الخل هو تركيزه 5%. وانا طبعا بيصعب عليا ازازة الخل وما اعرفش 2 جنيه ونص ولا 3 جنيه، فانا هاخد منها جرعة صغيرة قد كده واحطها على شوية مية قد كده. فانا حولت التركيز 5% الى 5 من 100%. ده مش هيعمل حاجة للديدان او بويضات الديدان اللي ممكن تكون لزقة على الخضروات الورقية الخضراء. ولذلك الحل الوحيد في تنظيف الخضروات ان انا اغسل تحت تيار مية جارية. تاني حاجة ادعك بايديا الاتنين. تالت حاجة اغسل ورقة ورقة عشان احصل على خضار صح نظيف. واحب نفكر نفسنا بحاجة، ان الله من رحمته على الكائنات الحية مدي لكل كائن حي الخواص اللي تأمنه في عشته بناء عليه. احنا بنقول للمشاهد الفرخة اللي قد كده بيضتها قد كده، الحمامة اللي قد كده بيضتها قد كده، امال الدودة اللي قد كده بيضتها قد ايه؟ ما بتتشافش. وعلشان كده الله مدي خاصية لبيض الديدان اللي اوريدي انا مش هشوفه، خاصية انه تلزق على ورقة الخضار. وعلشان كده لو غطستها في مية وطلعتها مش هتنزل، يبقى لازم اني ادعك بايديا الاتنين. عشان كده قلت تيار مية جارية، ادعك بايديا الاتنين، اغسل ورقة ورقة. هو ده المفتاح. وفي نفس الوقت الطريقة دي هتخلصني من جانب كبير من اي بقايا مبيدات ممكن تكون موجودة او كيماويات.